إلى زميل إسلام مشتي ومنافسات رفع الأثقال. إسلام أهلا بك مجددا. إلى حد الآن كيف تسير المنافسة وهل دخلت الرباعة الجزائرية مغنية حمادي في منافسات النصر إلى حد الآن أم ليس بعد؟ بدر الدين مجددا في القاعة الرياضية ومنافسة رفع الأثقال. الرباعة الجزائرية لم تدخل لحد الآن، هي تترك المجال أو تترك المحاولات لمنافساتها. تصور هناك بعض المنافسات قامت بالثلاث محاولات المخصصة لها، ومغنية حمادي لا تزال لن تدخل بعد للقيام بمحاولاتها الثلاث، يعني الرقم المسجل أو أعلى رقم مسجل لحد الآن هو 110 كيلوغرامات حققته اليونانية رافانيكا إيليني. يعني المنافسات تحاولنا باستمرار رفع، وأمامنا أعلى ربما أعلى وزن يرفع الآن كما شاهدت أو تابعت معنا هو 114 كيلوغرام رفعته التونسية قاسمي جوهر. يعني رباعتنا ستدخل بعد قليل فقط وستقوم بمحاولاتها الثلاث ربما تواليا، وهذا استماعا إلى تعليمات مدربها شعبان علي اللي هو مدرب المنتخب الوطني للسيدات. يعني هناك أثناء هذه المنافسة يعني الملاكم يدرس خصومه ويقف على الأوزان المسجلة قبل دخوله إلى. شكرا لك يعني إسلام. في انتظار دخول الرباعة الجزائرية نعود إلى أو ندخل معنا زميل محمد نجيب هنان ومنافسات التايكواندو. نجيب أهلا بك وإليك الخط. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، صباح الخير مشاهدي الأفاضل. نعم بدر الدين، في أولى أيام منافسة التايكواندو بقاعة الميريديان أين ربما سنشهد بعد قليل دخول المنافس الأخير الجزائري والمصارع الأخير للمنتخب الوطني الجزائري بن ديخة، الذي سيكون على موعد بعد قليل مع بداية المنافسة ضد البوسني من البوسنة والهرسك سيجيطان في وزن 80 كيلوغرام. طبعا بن ديخة هو المصارع الوحيد الذي بقي في المنتخب الوطني، بما ان المنافسة التايكواندو طبعا فعلا بعد قليل او سيدخل، نعم سيدخل في هذه اللحظات عبد الملك بن ديخة اللي في مواجهته ضد سيجيطان من البوسنة والهرسك في وزن 80 كيلوغرام. وقلت هو بقي الوحيد بما ان المصارعين الجزائريين دخلوا في الصبيحه، واقصوا جميعا من الدور السادس عشر بدايه بهاني طبي في وزن 86 كيلوغرام، وهي التي انهزمت مع او هاني طبي في وزن 86 كيلوغرام وهو الذي انهزم مع الفرنسي الا فيليب بنتيجه 22-27. وكذلك بعده دخلت ندى بعطوش في وزن 49 كيلوغرام وخسرت مع الصربية ستونكوفيتش بنتيجة عريضة 32-15. ثم سامية زقان كذلك انهزمت في وزن أقل من 57 كيلوغرام، انهزمت قلت مع القبرصية تيجيري بنتيجة 26-6، كانت آخر من دخل من مصارعي المنتخب الوطني الجزائري. وكما تشاهدون في الصورة بعد لحظات قليلة سيدخل عبد الملك بن ديخة الذي طبعا يتواجد في القاعة المخصصة للتسخينات قبل دقائق قليلة من الدخول في المنافسة. بدر الدين، في انتظار ربما دخول بن ديخة، وطبعا سنحاول نقل المواجهة على المباشر وسنحللها رفقة المدير الفني للمنتخب الوطني الجزائري للتايكواندو زكي بونافس. صباح الخير سي زكي، مرحبا بك، شكرا على طبعا نحن تعبوك اليوم معنا. اليوم ربما كنا تكلمنا على الحاصل لحد الان، دخول ثلاثه رياضيين
تقييم مبدئي للمشاركة الجزائرية في اليوم الأول؟ طبيعة الحال احنا كما سجلتم الخسارة تاع ثلاث رياضيين في المنافسات الأولى، وعلى كل هما كانت التحضيرات على كل حال جيدة، ولكن المستوى العالي والحضور القوي للبلدان المشاركة، هناك بلدان مشاركة بأبطال أولمبيين وأبطال البطولات الأوروبية وكذلك العالمية. وبقنا هنا في الصبيحة بقنا الماتش مع الرياضي تاعنا بن دايخة عبد المالك، اللي بقنا أمل إن شاء الله يقدر يجوز في الدور القادم إن شاء الله. سي زكي، ربما وزنه 80 كيلوغرام ينبئ بربما قوة بدنية، أكيد في منافسين مصريين وإيطاليين وقبرصيين في هذا المستوى وهذا الوزن، حظوظه اليوم وفيرة، قادر يعني يتجاوز هذا على الأقل يتجاوز هذا الدور؟ هو من الطبيعي احنا نتأمل، وما دابين احنا الحظوظ تاعو تكون قوية، ما يخفالكش ان المستوى تاعهم ثاني عالي جدا، واحنا رانا نتامل ان شاء الله. الانسان ما يفقدش الامل في هذا المبارزه، في هذه البطوله، وكل شيء ممكن ان شاء الله. طيب نتكلموا على لما نتكلموا، بما ان المصارع الوحيد الذي بقي في المنافسه وهو عبد المالك بن ديخه، اكيد سنتكلم عن تحضيرات هذا الشاب، كيف كانت، هل وفرت له الامكانيات؟ طبعا قبل دقائق قليله من دخوله، ربما مش حتى يقصى حتى نتكلموا على الامكانيات ربما الصعبه اللي حضر فيها، يجب ان نقولها، ربما كنت دخلت في تدخلات سابقه مع الاعلام وقلت تكلمت على التحضيرات، خاصه وان التايكواندو الجزائري معروش ربما ما عندوش الامكانيات التي وفرت على الاقل للجيودو او للكاراتي او للبوكس. صح، الامكانيات على كل حال الوزاره وفرت لنا الامكانيات، التحضيرات كانت جيدة، وكان فيها نقص في التحضيرات، في مثلا في كنا برمجنا تحضيرات المشاركة في دورات دولية، ولسوء الحظ لسوء أسباب إدارية ما قدرناش نتنقلوا، وهذا ما يخدمش الرياضيين تاعنا. طبعا في انتظار ربما دخول بن ديخة، تأخر في البرمجة كالعادة، برنامج يتأخر بالنظر إلى تواصل المواجهتين اللتان تجريان في هذه الأثناء، ستانيتش نوفاك ضد طبعا السربي ضد مونتينيغرو بيكوفيتش، نعم، والصراع يتواصل قبل ثانية واحدة من انتهاء أولى الجولات. طبعا مستوى عالي جدا بطبيعة الحال، راكم هنا راكم في الميدان وراكم تشوفوا المستوى عالي جدا، هي ما كاينش، احنا رانا نلاحظوا المصارعين راهم في تحضيرات قوية، وجاو حضروا وشاركوا في دورات دولية عديدة، دورات دولية عديدة هنا في الميدان، والآن هنا هو الصراع، والآن كيف يقول لك الأفضل هو اللي راح يفوز بالمراكز الأولى إن شاء الله. سي زكي، لما نتكلموا ربما على منافسة من هذا النوع وفي رياضة التايكواندو، بصراحة لا يجب أن نطالب الاتحادية بميداليات كثيرة، لأن التايكواندو ليس بالرياضة بتلك الرياضة المعروفة في الجزائر، ما نقولش ما عندناش تاريخ، ولكن شكرا. لما نطالبوا أولا يجب توفير الإمكانيات، وكذلك يجب أن ربما أو نعيد الخط لي عبد الدين. نعم، في انتظار دخول بن ديخة. نعم عبد الدين، أكيد نجيب نعود الآن إلى منافسات رفع الأثقال رفقة إسلام مشتي. وإسلام، الآن دخول الرباعة الجزائرية مغنية حمادي، كيف هي، أو أنقل لنا صورة الحدث؟ نعم، تركيز كبير بدر الدين، وهي تريد أن ترفع 117 كيلو غرام، يعني أحسن رقم مسجل الآن هو 116 كيلو غرام، يعني تركيز كبير وصمت من الجماهير لترك ربعاتنا مغنية تركز في هذه الأثناء، هي تريد تحقيق 117 كيلو غرام وهو أعلى رقم لحد الآن. نعم، أحسن رقم لحد الآن بدر الدين، أحسن رقم لحد الآن، لو تستطيع المحافظة على هذا الرقم فإنها ستتوج إن شاء الله بالذهبية. والآن تدخل المنافسة التركية جينور نوراي أو غونغور نوراي، التي ستحاول رفع نفس وزن
حمادي مغنية أو ستدخل بعد قليل المنافسة التركية والآن الإسبانية تركت التركية تركت المبادرة للإسبانية إسلام التي بدورها رفعت الوزن. إسلام ربما استراتيجية الربعة الجزائرية مغنية حمادي ربما أنها كانت تستهدف الذهبية ولا غير الذهبية خاصة وأنها تركت الربعات الأخريات هم أول من يرفع الأثقال وقررت في الأخير أن ترفع 114 كيلوغرام أليس كذلك إسلام؟ أي بكيلوغرام زايد عن بقية منافساتها طبعا بدر الدين الاستراتيجية التي تضعها الرباعة حمادي مغنية بالاتفاق مع مدربها الذي تقوم بمشاورته في كل مرة هي تترك المجال لكل الرباعات من أجل رفع أو القيام بكل محاولتهن الثلاث يعني كل واحدة تقوم بمحاولاتها ثم مغنية تراقب الأوزان وتقف على الأوزان التي رفعت لتحاول رفع وزن أكبر منهن جميعا وهو ما قامت به منذ قليل يعني كما نشاهد الإسبانية الآن رفعت 118 كيلوغرام أي تتفوق على مغنية بكيلوغرام واحد تريد هي كذلك أن تحصد الذهب هذه الإسبانية القوية والتي كانت منافسة شرسة خلال الصنف الأول أو خلال المنافسة الأولى التي توجنا فيها بالفضة يعني الآن دخول المصرية عبد التواب رويدة هكذا تسمى ورويفة رويفية هكذا اسمها بالضبط هي كذلك س تصل للرقم 118 تريد أن تعادل رقم الإسبانية في هذا في هذه الحالة على حمادي مغنية أن ترفع وزنها الذي تريد أن تحمله إلى أكثر من 118 إذا أرادت التفوق على الإسبانية وكذلك هو الحل بالنسبة لهذه المصرية التي تتجه لتحطيم هذا الرقم نعم تمكنت من رفع هذا الرقم يعني الآن مغنية تتواجد في المرتبة الثالثة قبل بضع محاولات فقط من النهاية هي تتواجد في المرتبة الثالثة حاليا والآن جاء الدور التركية الأخرى غونغور نوراي التي رفعت هي كذلك الرقم ووزنها إلى 118 هذه التركية تقوم بمحاولتها الأولى وتنتهج نفس استراتيجية حمادي مغنية هي هذه المنافسة كذلك تركت المجال للمنافسات الأخريات وفضلت التريث وعدم الدخول مبكرا تحت هزيج كذلك الجالية التركية هنا والرياضيين التركيين المتواجدون هنا لتشجيعها يعني المنافسة ستكون شديدة وشديدة جدا هكذا تراجعت إذن مغنية إلى المركز الرابع بما أنه ثلاث منافسات لحد الآن رفعنا وزنا أكبر منها بكيلوغرام واحد يعني ستحاول مغنية رفع الوزن الذي ستحمله إلى 119 وهو ما يشير إليه مدرب المنتخب الوطني للجنة المنظمة قال بأن مغنية ستحاول رفع 119 كيلوغرام بعد قليل من الآن لتحطيم رقم منافستها بكيلوغرام واحد في هذه الأثناء التونسية جاسمي جوهر هي الأخرى تريد معادلة رقم التركية التي تتواجد في المركز الأول يعني المنافسة شديدة وشديدة جدا ومغنية حمادي لن تجد طريق سهلا في بهدف التتويج بذهبية أو بميدالية جديدة عجز المنافسة التونسية عن تحقيق الرقم والوزن الذي فضلت حمله لحد الآن نشاهد في الجانب الآخر مغنية حمادي تراقب وتستمع إلى تعليمات مدربها علما بدر الدين بأنه مدرب سي شعبان مدرب الرباعة الجزائرية هو من احتفظ بهذه الفكرة سنعود إليك بعد قليل ونذهب أو نعود إلى نجيب هنان ومنافسات التايكواندو نجيب أهلا بك مجدداً